مواصلين معكم في شمس معاك، مازلنا نحكيو على الاكتواليتي. باش نحكيو على ثغرة تشكل خطر على مستعملي جوجل كروم. شنو هي الحكاية؟ أكثر تفاصيل معنا في المباشر أميل البسليتي المكلفة بالإعلام في الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. ألو. صباح النور، مرحبا بكم. صباح النور، مرحبا بك أميل. دونك نحكيو على ثغرة وإلا فاي في جوجل كروم، كانت تعطينا أكثر تفاصيل على الحكاية. شنية الثغرة هذه؟ شنية الخطر اللي تنجم تشكلوا على مستعملي جوجل؟ أول حاجة شكرا على الاستضافة. فيما يخص المعلومة، هو فما كما تفضلت أنت بالذكر ثغرة خطيرة جدا موجودة في متصفح الويب جوجل كروم، اللي كلنا نعرفه منيل انه اكثر متصفح ويب يتم استغلاله والابحار عبره من قبل التوينسا. دونك الاستغلال متاع الثغرة الخطيرة هذه جدا في جوجل كروم تخلي المهاجم ينجم يتسبب في تعطيل الخدمة، وايضا تخول انه معناتها يقوم بتنفيذ تعليمات اعتباطية عن بعد، وأيضا ضياع سرية المعطيات اللي موجودة في الجهاز. دونك الثغرات هذه أو الثغرة الخطيرة هذه الموجودة في جوجل كروم هي تهم النسخ اللي السابقة ل 108.0.5359.94. هذه بالنسبة لمستعملي الماك واللينكس ويندوز. فيما يخص المستعملين والمبحرين عبر جوجل كروم واللي يستعملوا الاندرويد، النسخ السابقة ل 108.0.5359.79 هما المعنيين دونك بالثغرات هذه. يعني إذا كان أنت كمستعمل لكروم تدخل تستعمل الفيرسيون الجديدة وتقوم بالميزة شوخ، يعني النسخة الجديدة اللي قلناها هي 108.0.5359.94 بالنسبة لمستعملي الماك واللينكس ويندوز، وهي أنت عملت الميزة شوخ ومحمي من الثغرة التريكريتيك الموجودة توا في جوجل كروم. وبالنسبة لمستعملي أندرويد دونك يلزم يستعملوا نسخة 108.0.5359.79. دونك هذه بالنسبة لأندرويد. إذا كان يستعملوا النسخ هذه دونك عملوا الميزاجور اللي هو التحسين الخاص بجوجل كروم، وبالتالي يكونوا محميين من السايت ريكريتيك اللي هي قاعدة تنتشر بكثرة أو يتم استغلالها بكثرة خلال الفترة الحالية من قبل البيغات. به هو الفاي وقتاش بديت أمال؟ هي نورمال مو جديدة، ما أنت ماش مازال ديجا كي أعلنت عليها الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية عبر الميلينج ليست اللي من خلالك منال دعوة للسادة المستمعين إنهم يشتركوا فيها ويتحصلوا على المعلومات الآنية اللي تخص السلامة المعلوماتية وطرق الوقاية والحماية. دونك تكفي إنكم تبعثوا ميل على العنوان abonnement@inc.tn وتوليوا مشتركين في قاعدة البريد الإلكتروني للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. كيف كانت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أعلنت عليها منذ تقريب يومين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الصفحة الرسمية. به اليوم المستمع العادي، انت قاعده تعطي فيا في دي فيرسيون نتاع الجوجل كروم، فما ناس معلوماتها في الدومين هذه بسيطه، دونك يقول لك انا مش باش نعرف شنو هي الفيرسيون اللي قاعد نستعمل فيها، هل يكفي انه جوست يعمل الميزاجور نتاعو وكهو؟ يكفي انه يدخل الباج نتاع الوكاله ويعمل الميزاجور نتاعو وكهو. يعني انك تستعمل تعمل التحيين وتستغل النسخه الاخيره من جوجل كروم، هذا يكفي باش تحميك من فاي هذية اللي هي قلنا تري كريتيك. ومنيل فما حاجه اخرى، تنجموا تواصلوا مع الوكاله الوطنيه للسلامه المعلوماتيه لمزيد من المعطيات عبر مركز النداء 71 843 200. يعني الوكاله الوطنيه للسلامه المعلوماتيه على ذمتكم
إذا كان تحبوا تتعرفوا على مزيد من التفاصيل، وقلنا استغلال النسخة الأخيرة من جوجل كروم كيف حاليا للحماية من الثغرة الخطيرة جدا اللي هي توا قاعدة تدور. هو لوفيت دونك اللي يعمل ميزاجوغ ينجم يحمي روحه من الفاي هذه من الثغرة نتاع جوجل كروم. جوست نحب نكمل معاك بسؤال أمال، إذا كان سجلتوا أضرار عبيد تضرت في تونس من الثغرة هذه؟ حاليا ما فماش حتى معلومات تقول انه فما ضرر كبير حاصل في تونس بيان سور بالنسبه للمباحثين التوانسه، لكن يلزمنا نعملوا ميساجور ابسوليمون، يلزمنا للوقايه وان نتوقعوا من الخطر هذايا ان نعملوا ميساجور اللي هو سهل برشا. خاصة انه توا براتيكمون الخدم الكل القراية كلهم على لي بي سي، الناس الكل لي دوني نتاعها الكل وخدمتها الكل مسجلة على لي بي سي، دونك لو فيت اللي صارت الثغرة هذه وتفسخت خدمته باش تكون بالحق حاجة خطيرة تنجم تضره في خدمته والا في قرايته والا غيره، حتى حاجات دي سوفونير مسجلينهم ينجموا يقلقوا. ميرسي بوكو امال، تحية كبيرة ليك امال الوسلاتي من الويكاند الوطنية للسلامة المعلوماتية المكلفة بالإعلام في الوكالة، تحية كبيرة ليك. دونك لو فات اللي تعملوا ميزاجور الجوجل كروم تنجموا تحميوا رواحكم من الثغرة هذه. نحن بهذه نوصلوا لختام حلقتنا لليوم من شمس معاك، تحية كبيرة لهيثم الكحلاوي كان معنا في الأعداد، حمزة صفار في الإخراج، وماي محمين في الديجيتال، كوثر الزريبي في استقبال تليفوناتكم، منال التونسي من قدام الميكرو في تعويض زميلتي هيفا بطيب.